تحولت مارلين مونرو إلى ألبرت أينشتاين المزيد في حلقة اليوم. أجمل وأغلى وأرق التحيات مني غالية دغستاني إليكم متابعي الحياة والمجتمع في أوروبا أينما كنتم. لدينا اليوم مواضيع كثيرة شيقة، سنبدأ بلمحتين سريعة عن أبرزها. الوجبات الخفيفة الصحية اتجاه هذا العام، ونصائح لعطلة نهاية أسبوع مثالية في دافوس. وسنبدأ من أعماق المحيطات مشاهدينا. تخصص التصوير تحت الماء يحتاج إلى مصورين لديهم مهارات خاصة. اليوم سنرافق أولي كونز البارع في هذا العمل. هو يغامر بالغوص في الأعماق، يسافر إلى القطب الشمالي البارد برفقة الكاميرا. رافقونا مشاهدينا إلى عالم البحار. يغوص أولي كونز في أعماق البحار لتصوير الكائنات البحرية المفترسة والكهوف الجليدية. صور عالم البيولوجيا البحرية وغواص الأغراض البحثية والمصور الفوتوغرافي معروفة على الصعيد العالمي، وهو يفضل الغوص في مياه شديدة البرودة لالتقاط صوره. أنا عاشق كبير للأنهار والبحار الباردة لأنني أعثر فيها على مفاجآت دائما. أغوص فيها ولا أرى في البداية ما حولي إلا باللونين الرمادي أو الأسود، لكن المرء يعثر هناك على حيوانات بحرية لن يراها في أي مكان آخر في العالم. هناك ديدان صغيرة وقواقع والعديد من قناديل البحر وغيرها من الكائنات التي تنمو هناك، ولكن فجأة إن حالفك الحظ وفي وسط سرب ضخم من أسماك الرنجة ترى مجموعة من الحيتان الحدباء وما يسمى بالحيتان القاتلة، وتحدث معركة ضارية. ظهور الحيوانات مسألة حظ. خلال رحلاته الاستكشافية يضطر أولي كونز للانتظار ساعات طويلة في المياه الباردة. في شمال النرويج تصل الحرارة في الشتاء إلى 25 درجة تحت الصفر، وفي الماء إلى 4 درجات تقريبا، ما يمثل تحديا بالنسبة للجسد البشري. أحمي نفسي من البرودة ببدلة غوص جافة مثل التي أرتديها الآن، فلا تصل المياه إلى جسدي، كما أرتدي تحتها فروا سميكا من الألياف لمساعدتي على تحمل البقاء تحت المياه. لدي قفازان وغطاء رأس من النيوبرين، ورغم ذلك أشعر بالبرد أثناء الغوص بعد مرور نصف ساعة أو 3-4 ساعة. يحدث أحيانا أن لا يرى المصور شيئا لعدة أيام، لكن عندما تثار الحيتان ينسى شعوره بالبرد ويشعر بلهفة شديدة، فهي في العادة تظهر للحظات فقط، فإذا حلفه الحظ تبقى قليلاً لافتراس شيء في ذلك المكان، وستكون تلك فرصته للاقتراب منها أكثر. في أشهر الشتاء تكون فرصه في مشاهدة الحيتان أفضل، إذ تأتي جماعات كبيرة منها من شمال الأطلسي إلى منطقة أنتفيوت حيث تطارد أسماك الرنجة. عودة إلى اليابسة، أولي كونز يتفحص صوره. الصورة الجيدة هي الصورة التي تستطيع أن تروي قصة حدثت هناك، أي أين تعيش هذه الحيوانات؟ هل تظهر سلوكاً معيناً؟ وأين يقع موئلها الذي يعد بالنسبة إلى البشر غريباً جداً؟ ذهب 4 مرات إلى النرويج في رحلة تصوير استكشافية. في البداية كنت أحمل معدات تزن 120 كيلوغراما لأنني كنت أريد أن أكون مستعدا لكل الاحتمالات، والآن تراجعت الحمولة التي أخذها معي لأنني لا أحتاج إلى معدات كثيرة، كما يجب علي أن أكون قادرا على بلوغ المكان الصحيح بسرعة وفي اللحظة المناسبة. بمعدات خفيفة الوزن يتوجه أيضاً بحثاً عن أضواء القطب الشمالي، وهي ظاهرة طبيعية أخرى موجودة في أقصى شمال أوروبا. إذا ظهرت في السماء يمكن التقاط صور ساحرة لها عبر تقنية الإضاءة الطويلة.
التقاط صور لأضواء الشمال تجربة مهدئة للأعصاب، فالمرء يكون في أحضان الطبيعة ويبحث عن مكان يتيح له مشاهدة أضواء الشمال جيدا. المصور الذي يقيم في هامبورغ يلقي محاضرات عن مهنته أمام جمهور من أعمار مختلفة، ويرغب في أن يعرف البشر أكثر بالمحيطات والطبيعة. إظهار الواقع كما هو والتعريف بالمشاكل الموجودة يستدعيان التقاط صور ليست جميلة أيضاً، كالاصطياد الجائر للأسماك أو تلوث البحار، وكل هذا حتى يدرك الناس ما يعانيه كوكب الأرض. العمل في مياه شديدة البرودة مرهق، لكن سحره أكبر من عنائه. أغلب الناس الذين يفكرون في فصل الشتاء في منطقة فيورد النرويجية لا يعتقدون أن فيها حياة. إنها حياة حقيقية متدفقة في أنقى أشكالها. الاتجاهات الغذائية تتجدد باستمرار. ما هي الاتجاهات الغذائية المفضلة لهذا العام؟ كيف يؤثر اهتمام الشخص بنمط حياة صديق للبيئة على ما يأكل؟ تناول الوجبات الخفيفة هو الاتجاه في هذا العام. أثناء العمل أو على الطريق إلى المترو، وجبات سريعة ولكن صحية بنفس الوقت. فكيف ذلك؟ رافقوني مشاهدينا تعرف معا على الإجابة. أطباق ممتلئة بالطعام وفي كثير من الأحيان وجبتان في طبق واحد. وفقاً لما ورد في كتاب فود ريبورت للمؤلفة هاني غوتسلا، عادات عفى عليها الزمن، فالتوجه هو أن يكون الطبق أصغر وصحياً أكثر. تعمل النمساوية خبيرة المواد الغذائية لدى هونو في فيينا. يوجد هنا الطعام الموافق للتوجه في عام 2020، واسمه بوكو بول، الطبق الشعبي في هاواي، الذي يتكون من التوفو أو الدجاج والطحالب والخضروات. أنت تأتي إلى هنا وتنظر إلى العروض. اليوم تختار المانجو باللون الأصفر الفاقع، ويجذبك الخيار باللون الأخضر، وأنا أحب ذلك. السلمون هو رقم واحد بالتأكيد، سمك السلمون والأفوكادو. يحصل العديد من العملاء على وجباتهم ويتناولونها في موقع العمل. في الماضي كانت أوقات الأكل تحدد أوقات العمل. حالياً العمل هو الذي يحدد أوقات تناول الطعام. نأكل عندما يكون لدينا وقت أو عندما يسمح العمل بذلك. هنا وجبات أصغر، لكن عدد مرات الأكل تتزايد. فود ريبورت الجزء الثاني، فن الأكل. قامت المصممة تيريزا بيرغا بإنشاء طاقم لأدوات مائدة تختلف حسب الطبق، لأن ما نراه ونشعر به يؤثر على ذوقنا أيضاً. الأشكال الداكنة وذوات الحواف المستقيمة ترتبط بالأطعمة ذات المذاق المر أو المالح، والأشكال الدائرية الفاتحة اللون ترتبط أكثر بالحلوى. تقديمها بهذه الطريقة يجعل الحلوى تحتاج إلى كمية أقل من السكر دون أن يكون مذاقها أقل حلاوة، وتزداد نكهة الشمندر المدخن عندما ترى العين الدخان. تيريزا بيرغا لا تركز على العرض المثير، فالأكل بوعي يعني تناول كميات أقل واستهلاكا أقل. لا أعتقد أنه يجب أن نفقد شهيتنا للطعام تحت أي ظرف من الظروف، وهذا هو بالضبط ما يحدث، والمسؤول إلى حد كبير عن معضلة تغير المناخ هذه. ولهذا السبب أردت من خلال السلسلة إعادة وضعه في بؤرة التركيز. نفس الرسالة يحملها الغذاء الحضري. التحدي هو إطعام أكثر من 9 مليار شخص بعد 30 عاما، وهذا يعني زراعة المزيد من الطعام في المدن، كما هي الحال في مزرعة الأحواض المائية هذه في فيينا. تتم هنا تربية سمك السلور الإفريقي، وتستخدم إفرازاته كسماد لأنواع الطعام والخيار والفلفل. لا يتم إهدار أي قطرة ماء.
يمر ماء حوض السمك إلى هنا من خلال القطارات المخصبة بالنيتروجين وإفرازات الأسماك، ويستقر هنا حيث يتوفر ما يكفي من الماء والأكسجين والمواد المغذية. النشاط التجاري ينمو بشكل جيد أيضاً. تباع الخضروات والأسماك وغيرها من المنتجات في متجر المزرعة. عندما نفكر في إنتاج المواد الغذائية نفكر في الأرض والمزارعين، لكننا نرغب في الحصول على منتجات طازجة بالقرب من المدينة ومسافة نقل أقصر. لم يدرك الكثيرون بعد وجود عدة إمكانيات. على سبيل المثال في الزراعة العمودية، السلطة تنمو على مستويات، وهذا يوفر مساحة، إنتاج أكبر في مساحة أقل. المفهوم ليس جديداً. في عام 1974 تم بناء هذا البرج في فيينا، حيث تسلقت النباتات للحصول على إضاءة أفضل. منذ ستينيات القرن العشرين انخفضت أسعار المواد الغذائية إلى درجة أصبحت غير اقتصادية وغير مربحة لبعض المنتجات. كتاب فود ريبورت لهذا العام يتناول موضوع الحفاظ على الموارد، لكن رغم كل شيء لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب الاستمتاع بالأكل. الرسام الإسباني سيرجي كاديناس يحب الازدواجية ويستخدمها بطريقة فنية كما في هذه البطاقة البريدية التي نعرفها جميعاً في طفولتنا. فمن زاويتين مختلفتين يمكن لمن يرى لوحته أن يرى شخصيتين في نفس اللوحة أو نفس الشخصية بأعمار مختلفة. فهل من الممكن أن تتحول مارلين مونرو إلى ألبرت أينشتاين؟ ما رأيكم أنتم مشاهدين؟ لنرى معا المزيد. امرأة تغير ملامح وجهها تعبيرا عن الألم. فتاة تبدو سعيدة لكنها تتحول فجأة إلى شاب بملامح عدوانية. من يرغب في الإحاطة بلوحات سيرجي كاديناس عليه أن يغير منظور النظر إليها. الرسام الإسباني يعشق ازدواج المعاني. في طفولتي كنت أحب الصور المجسمة، ولذلك أردت تطوير تلك التقنية في لوحات زيتية مرسومة على قماش. مشغل الرسام البالغ من العمر 47 عاماً يقع في منزله في قرية قريبة من مدينة جيرونا الكتالانية. الرسام الذي علم نفسه الرسم بنفسه يعمل حالياً على بورتريه لفتاة. يصبح وجه الفتاة وجهاً لامرأة عجوز عند تغيير منظور مشاهدة اللوحة. لوحاته تجسد في الغالب أصدقائه أو جيرانه أو أفراد عائلته، وهو يلتقط أولاً صوراً لهم. يحتاج سيرجي كاديناس مدة شهر لإتمام اللوحة، لكن كيف يتمكن من إحداث الخداع البصري في لوحاته؟ أستخدم معجون رسم خاصاً لتشكيل خطوط بارزة متجاورة. هو يستخدم أيضاً قمعاً مخصصاً لتحضير التورتة. حصلت على قمع التورتة من جاري الذي كان حلوانياً. عندما رأيته أثناء عمله خطرت ببالي فكرة استخدام مثل هذا القمع في لوحاتي. يترك الفنان اللوحة ليومين كي تجف، بعدها يبدأ العمل الدقيق باستخدام معداته. آن الأوان لتصحيح الأخطاء الصغيرة. في النهاية يجب أن يكون لدي سطح متكامل لرسم لوحتين على نفس القماش، كل واحدة مرئية حسب جهة النظر إليها. يقوم في البداية برسم تخطيط للوحة. ستتضح اللوحة بوجهيها الشاب والعجوز عند الرسم بالألوان، أما عند التخطيط فأهتم برسم الخطوط الفاصلة بين الوجهين. في النهاية أرسم التجاعيد على وجه المرأة العجوز التي يخلو منها وجه المرأة الشابة طبعا. ثم يضيف الألوان للوحة دائماً بزاوية 45 درجة بالنسبة للقماش. من هنا لا أرى سوى لوحة واحدة. طريقة الرسم مشابهة للرسم على مستوى واحد، لكن يجب على المرء الانتباه إلى ضرورة ألا تختلط الخطوط وتتقاطع، بل أن تكون منسجمة مع بعضها ومتدرجة على سطح اللوحة.
يحصل الفنان على إلهام لإبداعه من متحف السينما في مدينة جيرونا مثلاً. هناك يقضي وقتاً في تأمل لوحات خداع بصري من القرن 19. لقد كانت تقنيات الخداع البصري الفنية في الماضي مصدر إلهام وإثارة دهشة الناس. باع الفنان لوحاته حتى الآن لجامع أعمال فنية حول العالم، لكن بدأت بعض المتاحف مؤخراً بشراء عدد من أعماله أيضاً. مارلين مونرو تتحول هنا فجأة إلى ألبرت أينشتاين. يرغب سيرجي كاردينوس في الاستمرار في رسم لوحات خداع بصري كهذه مستقبلاً. أما فكرته الأحدث فهي لوحات زيتية ينظر إليها عبر نظارة ثلاثية الأبعاد. تعتبر أوروبا من أجمل القارات للرحلات السياحية. فريق يوروماكس يزور المدن الأكثر إثارة ليقدم لكم مشاهدينا سلسلة من النصائح لقضاء عطلة جميلة لا تنسى. سنتوجه معا اليوم إلى منتجع الرياضات الشتوية في دافوس في سويسرا، وهذه المرة بالتزامن مع التحضيرات للمنتدى الاقتصادي العالمي. كيف كانت الأجواء هناك؟ رافقونا مشاهدينا نتعرف معا على الإجابة. هكذا يبدو فصل الشتاء في جبال الألب السويسرية على ارتفاع 2600 متر. مرحبا بكم إلى عطلة نهاية الأسبوع المثالية في دافوس. أذهب مع مدرب التزلج بيا داشر في الصباح الباكر إلى منطقة التزلج بارسين. إنها المكان الذي بدأت فيه الرياضات الشتوية في سويسرا في القرن 19. منحدر التزلج الأسطوري بارسين بطول 12 كيلومتراً. أنت ترى هذا المشهد الطبيعي المذهل كل يوم. ما هو الشيء الفريد هنا؟ لقد نشأت هنا. الجبال تبدو مختلفة كل يوم، الطقس يتغير وكذلك الناس، كل شيء يتغير، كل يوم هو حياة جديدة. يوضح لديشا كيف يمكنني النزول على المنحدرات بشكل أفضل. نصيحتي للرياضة هي التزلج على منحدر بارسين. نأخذ استراحة الغداء في فايس فلويوخ، حيث تقدم أطباق تقليدية من مقاطعة غراوبوندن. ما هذا؟ بودنر بلاتلي؟ نعم، إنها لحوم مجففة مشهورة جدا في سويسرا، والجبن من منتجات حليب الأبقار التي ترعى هنا في المرتفعات في الصيف. هذه هي نصيحتي للأكل في دافوس، بودنر بلاتلي. بعدها يقودني ديشا إلى القرية الجليدية، تتم إعادة بنائها من الجليد كل عام، هذا الموسم تحت شعار بيلا إيطاليا. تطلب بناء هذا الفندق الجليدي حوالي 2000 ساعة عمل. انظروا إلى هذا، إنه جندول. حتى لو لم أقم بالمبيت هنا يمكنني معاينة بعض الغرف كجناح توسكانا من برج بيزا المائل. الجو بارد هنا ولن يساعد سوى النبيذ الدافئ. خرجت اليوم بدون زلاجات وسأذهب إلى جولة استكشاف صغيرة عبر دافوس. تعتمد أعلى مدينة في أوروبا بشكل رئيسي على السياحة، لكنها تعد أيضاً موقعاً مهماً للمؤتمرات. تجتمع النخبة السياسية والتجارية الدولية كل شتاء لتبادل الأفكار في مركز المؤتمرات وفي الفنادق الفاخرة. بالإمكان رؤية الاستعدادات الجارية في دافوس للمنتدى الاقتصادي العالمي، إذ سيأتي إلى هنا العديد من الشخصيات المهمة. قبل حوالي 100 عام ترك رسام مشهور بصماته هنا أيضاً. يضم هذا المتحف مجموعة كبيرة من أعمال الفنان الألماني أنس لودفيش كيرشنا. جاء الفنان التعبيري إلى دافوس في عام 1918. لماذا اختار دافوس؟ كان مريضاً ويعاني من الاكتئاب، وأراد أن يبدأ حياة جديدة في الجبال وبالقرب من الطبيعة.
عاش كيرشنا في دافوس لمدة 20 عاماً ورسم خلال هذه الفترة لوحات عديدة تثار فيها المناظر الطبيعية وسكان المنطقة. يملك المتحف أيضاً أكبر مجموعة في العالم من مخطوطات ورسومات كيرشنا، وقد تمت رقمنتها بالكامل. ليس فقط الرسام كيرشنا من كان يقدر المناخ الشافي الخاص في دافوس، ففي القرن 19 جاء العديد من مرضى الرئة إلى هنا للعلاج. الفندق الجبلي شاتس ألب اشتهر في الماضي كمصحة. أحد الكتاب جعل هذا المكان مشهوراً بشكل خاص، كان ذلك توماس مان الذي كتب عن شاتس ألب في روايته الجبل السحري. هل كان ذلك مفيداً للمكان؟ نعم، كان مفيداً للغاية، للحفاظ على المدينة وبالطبع على هذا المبنى وشاتس ألب والحفاظ على تاريخها. عندما تصعدين إلى هنا تشعرين وكأنها رحلة عبر الزمن. نصيحتي للنزهات: الصعود إلى شاتس ألب وتناول قطعة من كعكة المكسرات. استأجرت زلاجة للعودة إلى دافوس. نهاية رائعة لعطلة نهاية أسبوع مثالية في دافوس. وهكذا أتزلج عبر المنحدرات إلى الوادي. والآن نتوجه مع مشاهدينا مع عشاق عالم التصميم إلى ميونخ لنتعرف على معرض خاص بتصميم الكراسي بالتحديد. 4 أرجل، مقعد ومسند للظهر، هذه هي في الواقع كل مواصفات الكرسي. ولكن في المعرض بميونخ يوضح أن الكرسي يمكن أن يكون أكثر من ذلك بكثير. لمحة تاريخية عن قطعة أثاث مهمة في كل بيت، لنتابع المزيد من خلال هذا التقرير. تصميم كرسي من عام 1836 وآخر من عام 2018. معرض تونيت أند ديزاين في ميونخ يظهر تاريخ ما يقرب من 200 عام من تصميم الكراسي. كسينيا أريمان تيرولا شاركت في تنسيق المعرض. أحد تصاميمها المفضلة هو هذا الكرسي من عام 1859، وقد بيعت منه أكثر من 50 مليون نسخة. هذا الكرسي هو أيقونة التصاميم، إنه ما يسمى بكرسي المقاهي أو رقم 14، الذي يتميز بحقيقة أنه يجمع بين التكنولوجيا والتصميم. كرسي بسيط للغاية يركز على الأساسيات: 6 أجزاء، 10 براغي وصامولتان، هذه هي كل المكونات. المعرض لا يبين التاريخ فقط، ولكن يتطلع إلى المستقبل أيضاً. وقد صمم العرض المصمم الألماني شتيفن كيرلا، كما قدم دراسة عن كرسي جديد ومقعد. هنا في مشغل شتيفن كيرلا، منذ عام 2018 يعمل المصمم مع فريقه على هذا المشروع، والعمل مستمر. كرسي دي ان اس يجري تطوير الفكرة لإنتاج الكرسي بصورة تجارية. جاذبية الكرسي كبيرة لأنه يحتضن البشر، ولأن الناس يستخدمونه بكثرة ولفترة طويلة. عودة إلى المعرض، اعتباراً من 20ات القرن الماضي تغير تصميم الأثاث بصورة هائلة بسبب استخدام مواد جديدة كالأنابيب الفولاذية. مصممون كبار كمارسيل برويا من مدرسة باوهاوس طوروا لغة تصميم لم تكن معروفة من قبل. بدءاً من 50ات القرن الماضي تغيرت التصاميم مجدداً، أشكال بانحناءات وألوان زاهية. مصممون كالدنماركي فيرنا بانتون أدخلوا أسلوب الفن الشعبي إلى غرف المعيشة في المنازل. وحتى الآن تظهر تصاميم جديدة للكرسي من قبل فنانين كاللورد نورمان فوستا، وذلك بفضل استخدام مواد وطرق إنتاج جديدة. يعتبر كثيرون الكرسي مجرد وسيلة للجلوس، لكن تصاميم 200 عام الماضية تظهر أنه أكثر من ذلك بكثير.
وكما نرى مشاهدينا تصاميم تتطور مع الزمن لتجعل الحياة مريحة أكثر. وبهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من يوروماكس. أشكركم على كرمي المتابعة، وسأكون سعيدة دوما بتلقي مقترحاتكم وأسئلتكم، ويمكنكم التواصل معي عبر فيسبوك وإنستغرام دوما. لكم مني غالية دغساني ومن فريق عمل يوروماكس أغلى وأرق التحيات. دمتم بألف ألف خير، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.